بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية وتطبيقا لهذه التعليمات وهذا القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، شرعت وزارة التربية الوطنية في التحضير اللازم لإنجاح هذه العملية في التعليم الابتدائي انطلاقا من الموسم الدراسي الحالي 22-23. ولهذا الغرض أسدى السيد وزير التربية الوطنية تعليمات وأوامر إلى مختلف المعنيين بهذه العملية وبهذه اللغة من المجلس الوطني للبرامج من أجل إعداد برنامج دراسي خاص بمادة اللغة الإنجليزية للسنة الثالثة ابتدائي في هذه السنة، ثم في السنة المقبلة السنة الرابعة ابتدائي والسنة الخامسة ابتدائي لاحقا. هذه المادة سيخصص لها حجم ساعي أسبوعي يقدر بساعة ونصف في الأسبوع، مقسمة إلى حصتين بمعدل 45 دقيقة للحصة الواحدة كما هو معمول به في المواد الأخرى التي يدرسها التلميذ في التعليم الابتدائي. وهذا المادة هذه راح يشرع في تدريسها في السنة الثالثة ابتدائي وفق برنامج قامت وزارة التربية بإعداده من خلال المجلس الوطني للبرامج، وبطبيعة الحال سيراعي سن التلميذ في هذا المرحلة وأيضا يعني أول تعامل له مع هذه اللغة وفق منهجية مدروسة بيداغوجية يعني علمية ستساعد التلميذ على اكتساب هذه اللغة بشكل سلس. البرنامج كان محضر وكان جاهز يعني منذ أسابيع خلت، وخضع لكل المراحل الواجب اتخاذها في إعداد البرامج، أخذ الوقت الكافي له. وأيضا بناء على هذا البرنامج تم تكليف مجموعة من السادة المفتشين بإعداد الكتاب المدرسي الخاص باللغة الإنجليزية للسنة الثالثة ابتدائي، وهذا الكتاب الآن راه في مراحله الأخيرة، معناه سيوزع على المؤسسة التعليمية في هذه الأيام القليلة القادمة أي قبل التحاق التلاميذ بمقاعد دراسة يوم 21 سبتمبر. بالنسبة لعدد المناصب حاليا يفوق 5000 منصب على مستوى الوطني، وهذه المناصب تختلف من ولاية إلى أخرى ومن بلدية إلى أخرى حسب عدد الأفواج التربوية. ونأكد هنا لهؤلاء المترشحين بأن عملية الترتيب وعملية الانتقاء ستتم على مستوى المنصة الرقمية ولا دخل للعنصر البشري فيها، معنى أن لكل ذي حق يأخذ حقه، يرتبون وفق تاريخ الشهادة ووفق السن. إذا كان هذه البلدية هذه تحتاج إلى 7 أساتذة نأخذ من 20 هذه 7 الأوائل. هذه 7 الأوائل هذه عملية الترتيب، عملية الترتيب هذه ستكون هذه الأيام ويتم استدعاء هؤلاء المترشحين أيام 4 و5 و6 سبتمبر على مستوى مديريات التربية. مثلا بلدية فيها تقدم لها 20 مترشح فيها 7 مناصب نأخذ 7 الأوائل وفق الترتيب الآلي هذا. هذه 7 هذو يستدعوا إلى مقر مديرية التربية يعرضوا لهم المقاطعات أو الابتدائيات المجموعة تاع الابتدائيات الموجودة ويختار الأول المدارس التي يرغب التدريس فيها والثاني يختار وهكذا إلى غاية انتهاء هذه 7. وفي خلال هذه العملية يتم إعطائهم مقرر التعيين بصفة أستاذ تعليم ابتدائي متعاقد، ويمنح له أيضا في نفس اليوم يعطى له استدعاء لحضور عملية التكوين، وعملية التكوين إجبارية لكل أستاذ. في عملية التكوين هذه يكتسب عملية التكوين تهيئية بحيث
يكتسب هذا الأستاذ الجديد خبرة ومعلومات عن البرنامج، كيفية تدريس هذا البرنامج، كيفية التعامل مع هذا التلميذ لأنه في سن صغيرة، يكتسب ما يسمى بالتربية النفسية، كيف يتعامل مع هذا التلميذ، كيف يسير قسمه، تسيير القسم أو تسيير الصف، وكيف يتعامل مع هذه المادة لأنها لأول مرة سوف تدرس لهؤلاء التلاميذ.